احنا المرة اللي فاتت عدينا كده بسريعا على ايه اللي بيحصل عندنا في الجرافيكس. قلنا ان في شوية الوان، بعد كده بقى هنمسك الالوان ديت هنرسم بيها بيكسلز على الشاشة، وبعد كده بقى ان الكلام دوت هنحسبه على الجي بي يو. بس بقى دلوقتي السؤال المهم، ازاي بقى نرسم الاشكال اللي عندنا اساسا؟ يعني ازاي ان هو دلوقتي الالوان ديت هنقرر كل مكان هنحط فيه لون ايه بالظبط؟ تمام. الفكرة كلها ان احنا هنبتدي بحاجه اسمها راسترايزيشن. تمام. يعني احنا زي ما اتكلمنا ان احنا فاكرين الفرق ما بين الفيكتور جرافيكس والراستر جرافيكس كان ايه. الفيكتور جرافيكس كان عندنا الشكل بشكل عام، مثلا متعرف مثلا ليتس سي كبوينت او بنقول له سيركل مثلا، ادي السيركل وعايزين نمسك الكلام دوت ونقلبه لمجموعه بيكسلز. تمام. فالعمليه دي بنسميها ايه؟ بنسميها راسترايزيشن. ليتس سي مثلا فور اكزامبل، ادي مثلا اي شاشه هنعمل لها كبير، هنمسك بعد كده نقوم راسمين سيركل، راسمين سيركل كمان، سيركل كمان، وبعد كده نرسم خط. الكلام دوت احنا هنا بنرسمه بتفاصيل عاليه، بس هو اللي بيحصل ان من تحت هو عباره عن ايه؟ عباره عن بيكسلات. تمام. فاحنا عايزين نمسك كل الكوماند بالنمت ونعرف منه ايه؟ نعرف منه هل كل بيكسلايه، هل البيكسلايه ديت جوه الشكل ولا لا؟ تمام؟ راح مثلا هنا بالنسبه للسيركل مثلا، لما احنا قلنا له ارسم سيركل، فاحنا عايزين نعرف هل النقطه ديت هتتاثر باللون بتاع السيركل الاصفر ولا لا؟ الاجابه اه. هل النقطه ديت هتتاثر ولا لا؟ الاجابه لا. حلو. فديت العمليه بتاعت الراسترايزيشن، ان احنا نديله شيب يقول لنا ايه ليست اوف بيكسلز اللي بتغطيها الشيب دوت. تمام. ده اللي بنسميه راسترايزيشن. طيب فكالاتي، الفكره كلها ان احنا عندنا شيب ديسكريبشن وندي راسترايزر يلا علينا لستة الايه البيكسلز اللي كفرت بالايه بالشيب دوت. فور اكزامبل لو قلنا مثلا سيركل الريد السنتر بتاعها عند 4 4 والراديوس 4، فيقوم يجيب لنا مثلا لو دي الشاشه كلها يجيب لنا ايه، يقول لنا اه دي الاماكن اللي هي تحتيها او فوق السيركل، فوقها السيركل، بينما الاماكن ديت لا. فهم؟ طيب الشيء اللطيف، لو احنا بنرن على الجي بي يو، لو احنا بنستخدم جرافيكس اي بي اي زي اوبن جي ال فولكان ايا يكن، يعني ان في شويه حاجات بيلت ان جوه الجي بي يو جاهز. تمام. يعني في حاجات احنا محتاج نكتب كود بايدينا نقول له ازاي يعمل راسترايزيشن، لا احنا كفايه ان احنا نديله النقط ونقول له ان دوت مثلا شكل محدد اعمل لنا راسترايزيشن، وهو بيعمل راسترايزيشن جوه الهاردوير جاهز اللي بيعمل راسترايزيشن. حد يتوقع ايه هم الاشكال ديت؟ حد قال بوينت مش كده؟ حد تاني قال ايه؟ ريكتانجل، سيركل، لاينز، تريانجلز. تمام. احنا كده قلنا لغايه دلوقتي حوالي خمس حاجات مش كده؟ هو الاجابه هم ثلاث حاجات بس منهم، البوينت واللاين واخر حاجه ايه تتوقعوا؟ الترينج. تمام. بس هنرسم كل الاشكال بتاعتنا من ثلاث حاجات دول. طب سؤال، ازاي بتريانجل نعمل اسطح سموز او كيرفد مثلا؟ ازاي نعمل دايره حاجه زي كده؟ نعم نعم، عشان ما عندناش سبورت غير التريانجلز بس كفيلد شيبس. نعمل تريانجلز كتير، ممكن نفكر فيها كده زي البيتزا، نقطع بس بقى نقطعهم ايه شرائح صغنطوطه، لو مسكنا كل شريحه لوحدها هنقدر نقول ان ابروكسيميت ان هي مثلث. تمام. ده طريقه. اه ومن الجدير بالذكر ادي مثلا الحاجات بتاعتهم مع الاي بي ايز المختلفه مثلا. تمام. فدي النقطه، ان احنا عندنا كل الاشكال بتاعتنا ايه؟ هي تريانجلز حرفيا. لو احنا ماسكين كوره هي كلها تريانجلز. تمام. لو انتوا فاتحين لعب اولموست كل حاجه جوه اللعبه بتبقى تريانجلز. تمام. في سبيشال كيسز بس هنبقى نتكلم عنها قدام. تمام. ان ممكن الواحد ايه يرسم سفير هو بتريانجلز برضو، بس اصلا انه ممكن ان هو بدل ما يكونها بتريانجلز بالطريقه ديت بيعملوا حاجه اسمها ري تريسنج او ري مارشنج. تمام. بس دي هنبقى نتكلم عنها ده في اخر محاضره خالص قدام. تمام. لا
نعم؟ حلو. لو انت عندك 2 بوينتس جنب بعض وقربت قوي، ايه اللي بيملى في النص ما بينهم؟ لا، بوينتس ديت بتعرف بوينت كبوينت فعلا في السبيس، تمام؟ وانت ممكن تزوم ان وتزوم اوت. تمام؟ حلو، بس اللي هيحصل ان هو لو كانوا جنب بعض وانت قاعد تقرب، هيبقى دلوقتي ديت بتلون بيكسل هنا ودي بتلون بيكسل هنا، والمكان في النص ما بينهم فاضي. لان الترينجلز اللي بيحصل انك انت عندك الثلاث نقط، ولما الدنيا توسع ما بينهم هو برضو ككود هدفه انه يملى اللي في النص ما بينهم. انا اقول لك كالاتي، لو انا قلت لك مثلا، تخيل انك انت باصص بعيد قوي وفي ثلاث نقط جنب بعض قوي، تمام؟ فانت مش قادر تشوف الفرق ما بينهم، تمام؟ بس انت قعدت تمشي وتقرب ليهم، هتبتدي تشوف ان في فرق ما بينهم. لكن لو انت كان مثلث، ومثلث صغير برضه واخد نفس المساحه، بس قربت هتبتدي بقى تشوف ايه؟ تشوف ان في مثلث. لكن لو كان ثلاث نقط هيبقى دلوقتي باين لك ان هم ثلاث نقط منفصلين، تمام؟ ليه دي هتفرق معانا؟ لان احنا قدام لما ناخد في ترانسفورميشن هنكتشف ان النقط ديت هتبقى ان 3 دي سبيس، وبنعمل لهم بروجيكشن على الشاشه، تمام؟ نعم. لا، لان لو مثلثين جنب بعض وفي 2 بوينتس كومن ما بينهم، مهما قربت هيبقى الدنيا مليانه ما بينهم، تمام؟ وسبب ان احنا كل الكلام ده هنعرفه في ال 3 دي سبيس وبعد كده ننقله لل 2 دي سبيس، تمام؟ فانت لو انت مثلا كانت ثلاث نقط وبعاد، وهما بعاد كانوا جنب بعض وانت قربت، هتلاحظ ان ايه؟ ان في فراغ في النص. العكس بتاعه لو انت ترينجل، لا مش هتحس ان في فراغ دوت لما انت تقرب منهم، تمام؟ نعم؟ النقطة بتبقى مربع او بتبقى بيكسل في الاخر. نعم؟ لا، ما هي بص انا هشرحها لك بطريقه ثانيه، تمام؟ اصل انت متخيل انك انت بترسمه مع الشاشه وخلاص، تمام؟ وهو اكشلي ده اللي هنعمله فعلا النهارده، بس قدام هنبتدي نكتشف ان احنا بنعرف الكلام ده ازاي. بنعرف الاوبجكت في 3 دي سبيس وبعد كده نعمله بروجكشن. حلو؟ لو انت معرف الاوبجكت بمجموعه البوينتس اللي بتكونه، تمام؟ مش ده معناها ان هو لو بعد او قرب انت محتاج عدد مختلف من البوينتس عشان تعبر عنه؟ لكن لو انت بتعرف عنه بتراينجل، هل لو بعد او قرب محتاج تغير عدد التراينجلز؟ هتكبرهم وتصغرهم بس مش هتزود عدد البوينتس اللي بتعبر عن التراينجل. لكن البوينت هتبقى ايه؟ هيبقى عددهم ثابت، فلما تقرب قوي تبتدي تلاحظ ان ده ايه ده في بوينت وبوينت هنا والدنيا مفتوحه ما بينهم. بالظبط. وخلي بالك انك انت لو كبرتها وصغرتها، يعني هي اكشولي في طريقه بس اعتقد ليها ليميت، تمام؟ هتلاقي ان الاوبجكت هتلاقي ان هو بيكبر كمربع، تمام؟ ودي مشكله الى حد ما، لان دلوقتي انت لو عندك مثلا شيب فور اكزامبل عايز تعمله بشكل مثلثات، وهو بعيد كان ثلاث نقط جنب بعض مثلا عشان كان كفايه، لما قعدت تقرب هتلاحظ ان هو مربع كبير مربع كبير مربع كبير، مفيش المثلث كده اهوت، مفيهوش الايه؟ الخط اللي هو من الجنب دوت. بس فهو البوينتس لا، للاسف مش كفايه بالنسبه لنا، لان البوينت زي ما قلت لك اللي هو ايه، هتلاقي ان الدنيا عدد البوينتس اللي محتاجها عشان تعبر عن الشكل ويفضل حجمه ثابت، او يفضل اصلا مليان بغض النظر عن ان هو بعيد او قريب قد ايه، هيبقى فاريبل على عكس المثلثات. وده مثلا اكزامبل من انريال انجن. حد سمع عن انريال انجن قبل كده؟ مشهور جدا في اللعب دلوقتي. ده برضه كله مثلثات كمشهد، تمام؟ ده بعد ما اتقلب واير فريم، الاحظ ان كل حاجه عباره عن مثلثات في الاخر، تمام؟ يعني بدل ما احنا بنبني مثلث من جوه بنرسم بس الثلاث خطوط بتوع اللي من بره، تمام؟ فهنا ده كان المشهد لما بنرسم مثلثات ونملاها كلها من جوه، ده نفس المشهد بس بنمسك كل مثلث ونبدله بثلاث خطوط، تمام؟ نعم؟ لا، هي بص السلالم، بص تعالى قرب، حلو؟
تعالى مثلا شايف شايف الحته ديت، هتلاقي ان في خط كده هوت رفيع بدأ يعدي على النص وبدأ ينزل لتحت، تمام؟ فهو اكشلي هو عامل ازاي؟ يعني بص على خط القلم ده لو شغال، هو مش مثلث واحد، هو القلم ده مش شغال، محتاج القلم اللي عندي. هو عبارة عن مربع رفيع قوي كده هوت، بس هما راسمينه ازاي؟ هتلاقي ان فيه من عند النقطة ديت خط كده هوت، طبعا انا معيش مسطرة فمش عارف اجيبها يعني كويس، بس اقصد انه ايه، النقطة اللي تحت هنا والنقطة اللي هناك فوق ديت في خط متوصل ما بينهم، دي محتاجه ان الواحد عشان يجي يقرب جدا منها هيت، وهيلاحظ فعلا ان في خط ايه يعني هنا، هتلاحظ كان هنا الدنيا فاضيه، تلاحظ ان في النص هنا لا ده كان في خط ما كانش باين هنا، بعد كده هنا وصل للاخر هنا خالص، فهو في خط كل واحد منهم عباره عن مثلثين، كل سلمه الجزء اللي قدام بتاعها عباره عن مثلثين، الجزء اللي فوق بتاعها عباره عن مثلثين. نعم؟ المثلث مش شرط يبقى اضلاعه متساويه، لا تمام. المثلثات الرفيعه مشهوره في اللعب رغم ان الجي بي يوز بتكرهها موت، بس يعني تمام هنفهم ليه قدام الجي بي يوز بتكره المثلثات الرفيعه. anyway حد عنده سؤال لغايه هنا؟ فليه تريانجلز؟ اول حاجه يعني سبب ان احنا ما اخترناش مثلا حاجه مثلا زي مربعات، ليه مثلا ما اخترناش مربعات؟ هو ان احنا لو عندنا 3 بوينتس فاحنا جارانتيد ان هما كلهم بيعدوا في نفس البلين، تمام؟ بمعنى ايه؟ لو انت عندك 3 نقط كم بلين بيعدي فيهم؟ هو واحد، تمام؟ اسيومنج ان هو مش ايه، مش على نفس الخط، على نفس الخط ديت مش ازمه كانها خط في الاخر. لكن لو انت عندك 4 بوينتس ممكن يبقى 2 بوينتس تحت كده و2 بوينتس فوق، هل في اي بلين واحد بيعدي عليهم كلهم؟ لا. فدلوقتي عندك حلين، يا اما انك انت تقسمهم مثلثين كده، او يا اما تقسمهم مثلثين كده، تمام؟ فهو طب يعمل ايه بقى الجي بي يو لما انت تديله 3 4 نقط، اثنين منهم تحت واثنين منهم فوق، هل يقسم ويعمل مثلثين كده همت، ولا يقسم ويعمل مثلثين كده يعمل يعني يعمل خط في النص كده فوق ويقسمهم مثلثين كده هوت، ولا يعمل خط تحت ويقسمهم مثلثين كده؟ لا ما هو خلي بالك البروجيكشن ممكن يبقى من جنب كده، فشكلهم هيختلف. ان هو لو اختار ان هو يحط يضيف خط فوق ويعمله مثلثين كده هيبقى شكلهم مختلف عن لو قرر ان هو يحط الخط تحت ويعمل المثلثين كده. نعم شفت خير. هي مش كأنها مش هتبقى بطحة برضو على دي. تخيل كالآتي، عندك ال 3D سبيس بتاعك وفي نقطتين على الأرض هنا، دول على الأرض تمام، وفي نقطتين تانيين فوق في الهواء، دول كده 4 نقط مش كده؟ بس دومت ما فيش بلين واحد بيعدي عليهم، فانت عندك طريقتين، ممكن يقرر ان هو يقسم هنا ويعمل مثلثين كده، مش ده حل؟ او في حل تاني، ممكن يقسم هنا كده فوق ويعمل مثلث كده ومثلث تاني وراه، مش ممكن يعمل كده؟ فهو دلوقتي في حلين، طب يختار ما بينهم مين؟ مفيش حاجة محددة، الحلين صح. فوقتها أنت عندك في حاجة undefined behavior وأنت مش عارف هو هيعمل إيه بالظبط. فطب الأسهل إنك تحدد له بالظبط أنت عايز إيه؟ المثلثات. ما هو أنت لو بروجكت على الشاشة،
مثلا ليتس ان احنا بنبص من الناحيه دي فهنبقى شايفين كده، تمام؟ مش شرط انك بتبروجكت على واحد من البلينز دومت، ممكن تبقى بتبروجكت على اي بلين تاني من وجهه نظرنا احنا. ممكن يتقلب لخط، لو انت مثلث كان ثلاث نقط وجاي كده هو بالنسبه لعينيك، فهيتعمل له بروجكشن على عينيك ان هو خط واحد. انت لو بنتكلم على مثلث بنتكلم ان هو 3 دي، تمام؟ بس هنعمل له بروجكشن ويبقى 2 دي. بس الكلام بتاع البروجكشن دوت مش هنتكلم عنه المحاضره دي، هنتكلم عنه المحاضره الجايه ان شاء الله، او تقريبا اللي بعدها كمان مش اللي جايه، تمام؟ حد عنده سؤال لغايه هنا؟ ده اول حاجه. تاني حاجه، اي بوليجون ممكن نبرزنته بتريانجلز، وحتى الشيبز اللي هي زي السيركس والسفيرز ممكن نبرزنتهم بتريانجلز بس على دقه محدده، يعني اللي هو ايه؟ هتبقى مثلا لو انت قربت قوي هتبتدي تلاحظ ان هو ده مثلثات مش ايه؟ مش سيرفيس سموث، تمام؟ واغلب اللاعب كده، بس محدش بيلاحظ. يعني انت لو اغلب اللاعب وجيت تقرب من كوره او حاجه زي كده تبتدي تلاحظ انه تصدق ده في شويه تضليعه من الجنب، بس هي بتبقى ايه؟ عاده ما تبقاش فعلا سفير بمعنى الكلمه، تمام؟ حد عنده سؤال لغايه هنا؟ ودي حاجه هنشوفها قدام، بس هيبقى سهل ان احنا نحمل حاجه اسمها انتربوليشن للاتريبيوتس جوه الترينجل. هنفهم يعني ايه معنى الكلام دوت ان شاء الله ايه قدام شويه. تعالوا بقى عايزين نعمل هناك دوت بمثلثات بالظبط، هنقطع كده بقى مثلثين. طيب عايزين نمسك دوت نقلبه مثلثات، ليها طرق كتير قوي، دي واحده منهم، تمام؟ ممكن حد كان يعملهم ايه؟ يعمل كده دوت مثلث دوت مثلث دوت مثلث وفي النص يتبقى اي شكل يقسمه برده مثلثات، حلو؟ ده اوبشن برده، تمام؟ طب ديت ليها ممكن طرق كتير، واحده منهم طريقه البيتزا سهله، تمام؟ ممكن حد تاني يقعد ايه؟ تشيك 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 يفضل يقسمها كده هيت، تمام؟ اعتقد لو حد عمل كده في البيتزا هتبقى كارثه يعني، بس مش دي النقطه. anyway بس يعني ايه؟ اتس بوسيبل، اللي عندنا طرق كتيره جدا ليها، تمام؟ نعم؟ الاركس ديت ما هو كل واحد بقى في دومت كانه مثلث، والاركس هنقربها ان هي بقت خط، تمام؟ هنا اساسا لو انا جبتها لك وجبت خطوط مكانها ممكن ما حدش يلاحظ، تمام؟ لو صغيره قوي بالظبط، او لو حتى عند الدقه ديت وانا بدلتها بخطوط هتبقى محتاجه ان الواحد يبقى مركز ان هي خطوط عشان يشوف ان هي خطوط، لكن لو عدينا عليها كده سريعا هيبقى دي دايره ويلا عادي خالص، تمام؟ يعني هو اغلب كان حد كان زميل ليا في كورس الجرافيكس قال بعد الكورس نفسه الواحد بيبتدي يلاحظ حاجات في اللعب ما كانش مدرك ان هي موجوده قبل كده، حلو؟ بيتلاحظ التريكس اللي هم بيضحكوا بيها عليك في الاخر، بتبوظ على الواحد اللعب في الاخر يعني. anyway طيب، وحتى البوينتس واللاينز ممكن نعبر عنهم ان هم ايه؟ مثلثات برضو، تمام؟ واكشولي البوينت اللي هي بتبقى بيكسلية واحدة هي لا تزال مثلثين صغيرين قوي، تمام؟ مش البوينت لما بنرسمها على الشاشة بتقلب بيكسلية واحدة، وبيكسلية مربع ومربع مثلثين، تمام؟ بس ممكن نعمل مثلث يبقى نص بيكسل عادي خالص، مفيش مشكلة، يعني بالنسبة لنا الدنيا بكل حاجة تنفع، تمام؟ لان هي نفس السبب، انت ممكن تمسك مثلث وتصغره جدا لدرجه انه يبقى جزء من البكسليه. حلو، بس البكسليه هتاخد لون واحد في الاخر، تمام؟ يعني عادي خالص، تمام؟ هي في الاخر هتبقى بكسل، تمام؟ يعني انت لو جبت مثلث وصغرته قوي خليته جزء من النقطه هي في الاخر خالص النقطه تبقى لون واحد، يعني انت مش هتقرب قوي وتشوف المثلث جوه، تمام؟ بس هو بالنسبه له هيبقى كان في مثلث اصغر من البكسل وهو بقى هيقرر ياخد لونها او ما ياخدش لونها. بالظبط. والخطوط نفس الحكايه، الخطوط برضه عشان يبقى ليها السمك بتاعها دوت عاده بيبقى كان هو مربع بس بميول مثلا، تمام؟ ويقسمه بعد كده مثلثين. تمام؟ ينفع تعمل الحركه ديت. اكشولي الجي بي يوز اغلبهم بيعملوا الحركه دي اساسا من مورانا، لما انت بتقول له ارسم خط هو بيرسم مثلثات صغيره قوي.
طيب سؤال بقى المهم، ازاي بقى نرسترايز الحاجات ديت؟ تعالوا نتكلم على اول الجوريزم، ازاي نرسترايز بوينت؟ بسيطه، نروح نرسم البوينت على الشاشه، ولو البوينت ديت ما كانتش ريال نمبر، كانت ريال نمبر ممكن نعمل لهم راوندنج وخلاص، ونروح ندور على البكسلايه اللي البوينت ديت بتشاور عليها ونلونها. بس هل البوينت فيها مشكله؟ انت عندك ادي الشاشه، شوف البوينت بتشاور فين في الشاشه، تروح عند البكسلايه هناك تدي لها اللون بتاع البوينت، بس خلصنا الايه البوينت. عندك سؤال لغايه هنا؟ ندخل بقى في التاسك الاصعب شويه، ازاي نرسم خط؟ فالخط بيتعرف بكام بوينت؟ 2 بوينتس بالظبط، عندنا 2 بوينتس وعايزين نوصل ما بينهم. نعم؟ كل توصيل دوت بنجيب بيكسلز في النص. تمام؟ فازاي بقى نجيب البوينتس ديت؟ ازاي لو احنا عارفين ال 2 بوينتس دول بس، ازاي نجيب بقى بقيه البوينتس اللي في النص؟ تمام؟ الجي بي يو بيعمل حاجه زي كده، بس احنا هنا عايزين نتعلم بقى الالجوريزمز من تحت. تمام؟ ده حل. ممكن ان احنا نفكر كده كان ده خط ممتد، نجيب السلوب ونبتدي بعد كده نمشي واحده واحده. تمام؟ احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا عارفين ان الايكويشن بتاعت اللاين هي y equal mx plus c، الام ده اللي هو الايه؟ السلوب، والسي دوت اللي هو الانترسبت. السلوب ممكن نحسبه هو ال y2 على ال y1 over x2 على x1، وبعد كده لما نجيب السلوب نعرف نحسب السي في الاخر، مش كده؟ حلو. طيب بعد ما جبنا الكلام دوت، تعالوا بقى نبني الجوريزم عليه. انا هديله 2 بوينتس. الاول هشوف بس الاول عايز ارتبهم، اخلي اللي هي البوينت اللي الاكس بتاعها اقل تبقى الاول، والبوينت اللي الاكس بتاعها اعلى تبقى الثانيه. تمام؟ فلو لقيت انهم معكوسين هعكسهم وخلاص. anyway بعديها هقدر احسب السلوب. تمام؟ حد عنده اعتراض على السلوب دوت؟ بعد كده احسب الانترسبت. بعد كده هبتدي الوب من الاكس بتاعت بي 1 للاكس بتاعت بي 2، عشان كده عملت لهم سوابنج فوق لو انا لقيتهم ان هم معكوسين، عشان اللوب تفضل ماشيه انكريزنج يعني. هحسب الواي، بس الواي ديت ممكن تبقى ريال نمبر، فهعمل لها راوندنج وارسم. تمام؟ حد عنده اعتراض على الالجوريزم دوت؟ انت سابق الناس. تمام؟ انت الشخص ده بيفهم. حلو، نمشي نشوف بعد كده. ها؟ هنشوف التفاصيل ديت. هل ما هو ده اللي كان برضه زميلك بيقول لك، اللي هو افرض الخط كده. طب افرض الخط ما انا عارف. هنشوف بقى الكلام دوت دلوقتي. بس الاول تعالوا نشوف الالجوريزم دوت في كيسز شغال فيها حلو. تعالوا نرسم الخط دوت من 1 2 الى 6 و5. يحسب السلوب 0.6، نحسب السي 1.4، نحسب بقى القيم بتاعه الاكس هيبقى من 1 ل 6، والواي هيبقى القيم بتاعتها عامله ازاي من 2 ل 5. بعد كده بقى نرسمهم، ده بعد الراوندنج للواي هيبقى ده منظر الخط. حد متضايق من منظر الخط دوت؟ حلو جدا. تمام؟ بس تعالوا، في عندنا مشكله قبل ما نحل الازمه اللي زمايلكم كانوا بيحكوا عنها. تعالوا نتكلم على مشكله تنطط قوي. الالجوريزم ده بطيء. تمام؟ يعني ده احنا بنعمل كارثه. انتوا متخيلين ان احنا بنعمل مالتيبليكيشن في كل اتريشن؟ تمام؟ بطيء قوي. ازاي نسرع بقى الكلام دوت؟ نعم؟ بس نغير في ايه؟ بالظبط. مش احنا كل مره الاكس بتزيد بواحد؟ يعني هو الفرق ما بين كل واي والواي اللي قبلها هو ام. فاحنا لو عندنا الانيشيال واي، بعد كده في كل لوب بعد ما نرسم نجمع الواي ام بس. حلو. دلوقتي مفيش مالتيبليكيشن، الكود بقى اسرع. تمام؟ ودلوقتي لما نيجي نرسم ادي برضو النتيجه، ولاحظين كمان ما حسبناش الانترسبت كمان، السي ما احتاجناش نحسبها. تمام؟ حلو. حد عنده اي سؤال لغايه هنا؟ طيب تعالوا نجرب بقى خط تاني.
تعال نجرب الخط من 2 1 الى 6 و7، نحسب السلوب هنلاقيه 1.5، نحسب الواي بقى كده نرسم. حصل ايه بقى؟ حصل اللي زميلكو قال عليه، تمام؟ اللاين بقى بروكن. طب نحلها ازاي؟ نخليه اتريت على مين الاعلى، يعني الفرق هنا في الواي اعلى من الفرق في الاكس، مش كده؟ فيبقى اتريت على مين؟ على الواي بالظبط. حلو. فاكشولي هم عملوا الجوريزم، والالجوريزم بتاعه اسمه لطيف جدا، ديجيتال ديفرنشال انالايزر، تمام؟ قال لك كالاتي، قال لك احنا هنلوب، لو احنا كنا بنلوب على الاكس فعدد الستبس اللي بنمشيها هو ايه؟ هو عدد الحركات في الاكس، مش كده؟ بس لو احنا عايزين نلوب على الواي يبقى هنلوب على ايه؟ على عدد الحركات في الواي. فيبقى احنا ممكن نحسب عدد الستبس من بدري كالاتي، نشوف الابسولوت فاليو بتاعت الديفرنس في الاكس والديفرنس في الواي ونشوف الاعلى فيهم، وده يبقى الايه؟ النمبر اوف ستبس اللي هنمشيها، تمام؟ طيب ولو احنا بدانا انيشيالي بالاكس والواي من عند بوينت 1، يبقى احنا المفروض نانكريمنت الاكس كل مره في بدي اكس على ستبس، وانكريمنت الواي بدي واي على ستبس كل مره، مش كده؟ يعني احنا دي اكس دوت ده الفرق ما بين اول نقطه واخر نقطه من حيث الاكس، فاحنا لو مشينا عدد ستبس محدد يبقى احنا كل مره بنغير الاكس بايه؟ بدي اكس على الستبس، والواي بنغيرها بدي واي على الستبس. واحنا باللوب هنرسم الراوندنج بتاع الاكس والواي، وبعد كده نعمل ايه؟ انكريمنت الاكس وانكريمنت الواي. حلو. حد عنده اي مشكله هنا؟ الالجوريزم تمام، مفيهوش مشكله الى حد كبير. ولما نيجي نطبقه ادي الستبس وادي الانكريمنت، هنلاحظ هنا ان دوت كان خط مايل لفوق، فالانكريمنت في الاكس هو اللي اقل، والانكريمنت الواي هو اللي بقى بواحد، معناه ان احنا دلوقتي كده بنلوب على الايه؟ على الواي وبنغير في الاكس. وده ادي هو منظره، وده الايه؟ التيبل بتاعنا. حلو؟ حد عنده مشكله مع الالجوريزم دوت؟ صعب؟ حلو. الالجوريزم سهل، وطبيعه الالجوريزمز السهله انما بتعجبناش، تمام؟ ليه؟ ميزته ان هو بسيط، بس عيبه ان هو مش اسرع حاجه، تمام؟ ثانيا في مشكله بقى ثانيه، الفلوتنج بوينت ايرورز، تمام؟ ليه؟ المشكله هنا ان احنا بنجيب الانكريمنت بتاعت الاكس والواي، دول ارقام فلوتنج بوينت. هل احنا ضامنين ان تلت الثلاثه بواحد؟ لا مش ضامنين، تمام؟ تلت الثلاثه بواحد في الواقع، بس على الكمبيوتر تلت التلاتة ب 0.99999، تمام؟ لأن هي في مشكلة بريزيشن، تمام؟ فأغلب الخطوط ما بتبقاش بالنسبة لنا أزمة، لكن لما الخط يطول قوي الايرور دوت بيقعد يأكيوميليت معانا، ممكن نلاقي نفسنا ما وصلناش عند الفاينل بوينت في الآخر اللي احنا عايزين نرسم عندها، تمام؟ بعد ما اللوب. طبعا ما بحسش بالكلام دوت عند الخطوط الصغيرة، بس الخطوط اللي مثلا ممكن تكون بال 1000 بكسل وال 2000 والحاجات ديت، ده بيبان التأثير بتاعها إلى حد ما، لما نبقى شغالين على إيه؟ على الكمبيوتر. طيب، وآخر حاجة بقى، ودي مشكلة كمان، إن هو بيرسم لنا خط إليز، حاسين إن هو هل ده منظر خط دوت؟ ولا عبارة عن شوية مربعات جنب بعض عاملة شبه السلم كده، هو شكله غريب. بالظبط، ما يعرفش إن هو يقول له ارسم نص بكسل، تمام؟ بس هنلاقي لها حل ان شاء الله، تمام؟ anyway فدي كده المشاكل والعيوب بتاعت اللي هو الايه الالجوريزم اللي اسمه دي دي اي. تعالوا نحل شويه منهم بالالجوريزم اللي جاي دوت. شايفين الخط دوت؟ دوت 2 بوينتس. تعالوا نكتب فانكشن بسيطه جدا. الفانكشن ديت بتاخد بوينت اكس وواي وبتعمل كالاتي، بتاخد الفيكتور دوت اهوت، انا مش عايز ارسم اساسا، شايفين الفيكتور دوت؟ مش في فيكتور هنا كده اهوت الاتجاه دوت. وتعالوا كمان ناخد فيكتور من النقطه، تعالى مثلا فور اكزامبل قررت ارسم anyway تعالوا نقول ان في فيكتور هنا، تعالوا نقول ان في بوينت اكس واي
وفي فيكتور كده تمام. لو مسكنا الفيكتور دوت والفيكتور دوت وعملناهم كروس برودكت حلو، فنتيجه الكروس برودكت هتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كده بوزيتيف مش كده؟ طب لو النقطه دي كانت هنا تحت هيبقى ايه؟ هيبقى نيجاتيف. فالاف اوف اكس ديت كفانكشن فيها ايه ميزه؟ ان هي في الجزء اللي فوق دوت بوزيتيف وفي الجزء اللي تحت دوت نيجاتيف، وعلى الخط بالظبط بتبقى ايه؟ بتبقى بزيرو تمام؟ تعالوا بقى نمسح. طب ده بيسموها الايدج فانكشن تمام؟ عشان ديت الايدج فانكشن بتقول لنا احنا عند انهي ناحيه من الايدج؟ من الناحيه اليمين بتاعتها ولا من الناحيه الشمال بتاعتها؟ تمام؟ حلو قوي. فبقى السؤال بقى المهم هنا، ممكن نستفيد بالايدج فانكشن ديت عشان نرسم بتاع خط؟ بالظبط. تقدر انك انت ايه لو لقيت نفسك بتبعد يعني، او مثلا فور اكزامبل انت بدات تبقى مثلا بتنزل تحت الخط قوي تعرف تطلع شويه، لو انت طلعت قوي هكذا، فدوت هيساعدك انك تفهم انك انت عايز تقرب من انك تبقى دايما حوالين الصفر، ما تبعدش قوي كده او ما تبعدش قوي كده. طب هنشوف بقى الكلام ده ازاي نطبقه عمليا. ادي مثلا الجريد بتاعتنا، وادي الخط اللي بنرسمه. في نقطتين احنا عارفين كده كده ان هم معانا مش كده؟ هم مين؟ اول نقطه واخر نقطه مش كده؟ طب تعالوا نبتدي بقى اول نقطه هناك ونرسمها تمام؟ ده كده اهوت بالنسبه لنا. طيب السؤال بقى المهم، تعالوا نأسيوم ان احنا بنيتريت في اتجاه الاكس، تعالوا نطنش حكايه لو هو الخط مايل قوي لفوق واحنا ماشيين كده اهوت. السؤال بقى المهم، هل نرسم النقطة اللي جنبينا ولا نرسم النقطة اللي فوقيها؟ قال لك ممكن نعمل حركة، ممكن نيجي هنا ونشوف النقطة اللي ما بين البكسلتين دول، هل هي تحت الخط ولا فوق الخط؟ نقدر نعرف كده ازاي؟ بالإيدج فانكشن. الإيدج فانكشن لو لقيناها هنا ان هي دوت بالنيجاتيف يبقى معناها ان هي ايه؟ تحتيها. لو كانت فوقيها يبقى كده ايه؟ يبقى كده احنا فوقها، يعني اقصد لو كانت فوقيها يبقى الخط معناه ان هو ايه؟ معدي من تحتها. طب فاحنا هنا دلوقتي بقت الايه؟ السنتر تحت الخط، يبقى معناها ان الخط اقرب للبكسلايه اللي فوق ولا اقرب للبكسلايه اللي تحت؟ للي فوق. حلو؟ لما انت بصيت هنا عند السنتر لقيت ان الخط معدي فوقيها، يبقى معناها ان الخط هنا هوت اقرب لهنا من هنا. تمام؟ يبقى وقتها نفهم ان احنا نرسم مين بقى فيهم؟ اللي فوق. حلو. نيجي بقى كلام اللي فوق ديت. وعايزين نتحرك للجنب. في عندنا مكانين، يا هنا يا هنا. نشوف السنتر ما بين الاثنين، وبعد كده الخط تحتيها ولا فوقيها؟ يبقى نرسم انهي بكسلايه فيهم؟ اللي تحت. نعم؟ ما هي دي النقطة، احنا مش عارفين ان هي معانا ولا لا. فاحنا بنعمل تيست عشان نعرف ان هي معانا ولا لا. نعم؟ عشان انا وصلت لهنا. مستحيل وانا بطلع هنزل تاني. تمام؟ بالظبط، فهم دايما هبقى ببص على الاثنين اللي جنبيا دول. اللي جنبيا على طول او اللي فوقيها. تمام؟ نعم؟ هقول لك ليه؟ دي هنبقى نهندلها قدام، بس احنا هنا بنقسم دايما ان السلوب بيزيد. تمام؟ دي هنبقى نحط لها كيس بعد كده قدام، ان هو لو السلوب بينزل نبقى دايما بنبص على البكسل واللي تحتها، ما بنبصش على البكسل واللي فوقيها. بالظبط. اوكي؟ طيب. بعد كده هنا هناخد اللي فوقيها. هنا ناخد اللي تحتها بس، يبقى كده خلصنا. تمام؟ فده كده بقى بيسموه ايه؟ دي ليها سبيشال كيسز برضه. تمام؟ هنشوفها.
تمام. اكشولي هنا في تو سبيشال كيسز، انا هنا بنأسيوم دايما ان السلوب بيزيد وبان احنا السلوب مش اعلى من واحد، تمام. فالالجوريزم ده مش هيشتغل غير في الكيس بتاعت ان هو يبقى الام اللي هو السلوب ما بين صفر الى واحد، تمام. الباقيين بقى هنحط لهم سبيشال كيسز وهتهندلهم، تمام. السلوب لو اعلى من واحد يبقى ما ينفعش نتريت على الاكس، لازم نتريت على الواي، علشان لو احنا مشينا على الاكس مش هيجيب صح، تمام. فده بقى هيوصلنا الى الجوريزم اسمه الايه، الميد بوينت الجوريزم. برضه هنعمل نفس الحركه في الاول عشان حابين انتريت في اتجاه الاكس، هنسواب لو هما عكس بعض، وبعد كده نيجي هنا الواي هتساوي البي 1، ونيجي هنا ندرو، بعد كده تشيك هل الميد بوينت تحت الخط ولا لا، تمام. فلو الميد بوينت تحت الخط معناها ان الخط زاد ودخل في البكسلات اللي فوقيها، فنزود الايه، نزود الواي. فده ملخص الالجوريزم اللي احنا عملناه ايه في السلايد اللي فات. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ سهل ولا صعب؟ نعم؟ بدي الاكس عشان بنقول ان احنا بنبص على اللي جنبها مش كده؟ والواي الميد بوينت ما بين البكسلتين دول بنطلع نص بس المسافه. يعني هنا دي كانت الواي ودي الواي بلس 1، فالمسافه بين الاثنين ايه؟ واي ونص. تمام؟ طب سؤال لغايه هنا؟ تمام؟ نعم؟ عشان انا هنا بلوب بالاكس من اقل اكس لاعلى اكس، فانا بشوف لو الاكسات كانوا متشقلبين انا مدي له بوينت 1 هي الاكس بتاعتها اعلى، بقوم عاكسهم. بس عشان ابقى دايما ماشي في اتجاه زياده الاكس. تمام؟ حد عنده سؤال لغايه هنا؟ مش احنا كنا لما عند كل بيكسل بتبص على البكسلتين اللي جنبيهم بنبص على الميد بوينت ما بينهم، فادي الاكس اللي جنبها تبقى اكس بلس ايه؟ بلس 1. طيب واللي فوقيها هتبقى اكس بلس 1 وواي بلس 1 مش كده؟ طب الميد بوينت ما بين البكسلتين دول هيبقى اكس بلس 1 وواي بلس نص بس. عشان هنا ديت اكس وواي، فاللي جنبيه ديت اكس بلس 1 وواي، واللي فوقيه ديت اكس بلس 1 وواي بلس 1، يبقى الميد بوينت هنا كام؟ اكس بلس 1 وواي بلس نص. تمام؟ حلو. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ حلو. ده اسرع من اللي فات؟ من الدي دي ايه؟ اه ده هنا في جوه كمان حوالي 2 مالتيبلكيشنز مش مالتيبلكيشن، هي واحده كمان، تمام؟ فبالتاكيد ده الجوريزم اسود. ده كمان في مشكله، ده كل دوت واحنا بنسبورت بس سلوبس ما بين صفر الى واحد، تمام؟ نعم؟ جوه الاف، الاف دي مش كلوز برودكت؟ الاف ديت كفانكشن؟ هي الكروس برودكت الثلاث دوت، والكروس برودكت دوت عشان نحسبه هو عباره عن تو مالتيبلكيشنز جوه كمان وماينس بس، تمام. اه كمان في عندنا كونديشن بالظبط، بس المالتيبلكيشن هي اتقل حاجه، دي اكتر حاجه بركز عليها. دي بدايتها، تمام. هنشوف بقى الكلام دوت ازاي. طيب ونلاحظ واحنا بنطبق الالجوريزم هنا هو بايدينا ان احنا بنبص على الاف، كل مره الاف بقت بنيجاتيف بنقوم نزود الواي، الاف بوزيتيف ما نزودش الواي، وهكذا، تمام. حلو. طيب تعالوا نعمل حاجه كده بسيطه، تعالوا نمسك الاف ونفكها شويه. فدلوقتي ادي الاف ككروس برودكت، حلو؟ ادي منظره فيها 2 مالتيبلكيشن وواحده ايه؟ ماينس في النص مش كده؟ ده غير شويه السبتراكشنز اللي في النص دول. حلو قوي.
تعالوا بقى نحسب f of x plus 1 و y plus نص. مش دي حسابتها؟ لما نيجي نفكهم هتبقى عبارة عن ايه؟ واحدة تقريبا في حاجة هنا ناقصة تقريبا، في بلس حاجة موجودة زيادة. حلو. انا بس هنا عوضت، مسكت الفانكشن ديت وادي ديت عند اكس 1 وواي 1، فانا لما حسبتها وبسطتها ادي منظرها الاولاني، مش كده؟ تمام، حلو. طيب تعالوا بقى نمسك عند كل بوينت، ولما نيجي نتحرك فاكس بلس 2 واي بلس نص، ده انا بتحرك ايه؟ اتجاه الايست. تمام، انا كنت قبل كده بحسب عند الاكس بلس 1 والواي بلس هاف، لكن انا دلوقتي انا بحسب الاكس بلس 2 والواي بلس هاف. تمام، ادي شكلها. لو انا جيت بسطتها هلاقي ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن الفانكشن الاصليه اللي هي اكس بلس 1 واي بلس نص بالاضافه للترم دوت، مش كده؟ طيب وهنا لما اجي ازود مش اكس بلس 2 بس، لا اكس بلس 2 والواي بلس 1 ونص. انا مش ببص بس على اللي جنبيه، ببص على اللي جنبيه واللي فوقيها كمان. تمام، لما اجي افكها هتلاقي منظرها فوقيها خالص عامل ازاي؟ عامل كده، مش كده؟ حلو. ملخص الكلام دوت بقى في الايه خالص ايه؟ ان انا كل ما بتحرك انا بس بزود فاكتور زياده على الايدج فانكشن اللي فاتت. يبقى انا ممكن احسبها انيشيالي زي ما عملنا هنا كده فوق، ونقعد بس نزود ترم الثابته، مش كده؟ حد عنده مشكله؟ حلو قوي. تعالوا بقى نعدي الالجوريزم، نحسب الاف انيشيالي بكام. تمام، فهي الاف عندنا هتبقى عباره عن نص اللي هي زي موجوده اهي، نص في الفرق بتاع الاكس ناقص الفرق بتاع الواي، فنص في الفرق بتاع الاكس ناقص الفرق بتاع الواي. تمام، بعد كده الواي الانيشيال هتبقى بكام؟ ببي 1. بعد كده جوه بقى نتشيك، واحنا هنرسم البوينت وبعد كده نشوف لو الاف اقل من صفر يبقى محتاجين نزود الواي، وكمان نغير الاف بالفرق ايه؟ باللي احنا كنا حسبناه تحت هنا اهوت. لكن لو احنا ما زودناش يبقى هنغير الاف بكام بس؟ هنغير الاف بس بالفرق دوت. تمام؟ حد عنده مشكله لغايه هنا؟ فالالجوريزم كده فيه مشكله بالنسبه للناس؟ حلو. السؤال بقى المهم، هل كده محتاجين نوبتمايز اكتر من كده؟ نعم؟ اللوب هتفضل لوب، حلو؟ مش هيفرق حاجة بالنسبة لنا. النص ديت مش كده؟ بس وقتها مش هتعرف تجيب رقم 0.5 مثلا أو حاجة زي كده. الشيفتنج بيشتغل على الانتجرز بس. ما هو دي اكس افرض ان هي بواحد وعملت لها شيفتنج هتقلب صفر. هل ده صح؟ بالظبط. فالمشكله هنا ان الالجوريزم ده شغال بفلوتنج بويت نمبرز. تمام؟ فلوتنج بويت نمبرز وحشه. عايزين نشتغل انتجرز، الانتجرز اسرع بكتير على الجهاز. تمام؟ فندخل بقى لبريزنهام، قال بسيطه جدا، امسك كل حاجه اضربها في اثنين. حلو؟ يعني هنا كانت المشكله ان احنا عندنا ال 0.5، كل حاجه ثانيه دي اكس ماينس سي واي ده انتجر والنيجاتيف دي واي ده انتجر. تمام، المشكله كلها ان احنا بدانا الاف بايه؟ بنص. طب لو احنا مسكنا ضربنا نقطه في 2 وضربنا هنا في 2 وضربنا هنا في 2، يعني كل العمليات اللي بتبقى مرتبطه باف ضربناها في 2 كده بقت الدنيا كلها ايه؟ انتجرز. تمام، كالجوريزم كله بقى فيش فيه ولا ريحه الفلوتنج بوينت. تمام، كل حاجه جواه انتجر. تمام، وده كده النسخه بتاعه برزنهام من ايه؟ من البيت بوينت الجوريزم. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ طيب نعم،
ده اوبتمايز ايه؟ نعم؟ لا والانتجر اوبريشنز على الكمبيوتر اسرع بكتير من الفلوتنج بوينت اوبريشنز. تمام؟ حاليا لا، بس زمان وقت ما عملوا الالجوريثم دوت مش فاكر تقريبا كان في السبعينات ولا حاجه، كانت فرقه معاهم فرق السماء والارض يعني. تمام؟ دلوقتي اسعار الكمبيوتر ما بيستخدمش الالجوريثم ذات اساسا. تمام؟ يعني دلوقتي الكمبيوتر هو حرفيا عدى المرحله ديت وبقى بيحط دلوقتي بقى بيرسمها كانهم مثلثات زي ما قلت لكم في الاول. تمام؟ يعني ده كمان اللي هو بالنسبه له اسهل ان هو يرسم مثلثات من ان هو يرسم بتاع دوت خط. بس يعني ده حوار لوحده. لسه عندنا بقى مشكله في الالجوريزم دوت، ايه هو؟ انه شغال على السلوبز من ايه؟ من صفر لواحد. طيب فعايزين نحل بقى الازمه بتاعت ان افرض ان السلوب اقل من صفر وافرض ان السلوب اعلى من واحد. المشكله في النيجاتيف سلوب لو احنا حسبناه هنلاقي ان الاف مش بيقل ابدا، عمال بيزيد، وطول الوقت احنا مش بنغير الواي عشان كده. فالحل ان احنا عملنا كالاتي، شفنا هل الواي بتزيد ولا بتقل في الاساس. تمام؟ فالواي لو كانت بتزيد هيبقى التشينج دايما ان احنا بنغير الواي لفوق مش كده، لكن الواي لو بتنزل يبقى التشينج بتاعنا المفروض ان احنا بنقعد نقلل في الواي بس مش كده، ووقتها هنجيب التشينج والدي واي هنخليها دايما بوزيتيف. تمام؟ حلو. فدلوقتي الجزء بقى شغال عادي خالص، بس الفرق ان الواي بتاعتي لو كان بتقل فدايما هخلي الواي بتاعتي عماله بايه؟ بتنزل لتحت. بس وبقى كده حليت الازمه بتاعت ان السلوب يبقى ايه؟ بالنيجاتيف. تمام؟ حد عنده سؤال لغايه هنا؟ فكده بقى عندي السلوب بقى هيبقى شغال بالنسبه للالجوريزم دوت في الرينج ما بين نيجاتيف واحد الى واحد. حد عنده اي مشكله في الحته ديت؟ عندنا بقى مشكله ان الابسولوت بتاعه يخرج عن الايه؟ عن الواحد، نحلها ازاي؟ تمام؟ نبدل الاكسيز. لا اللي في الدي دي اي مش هينفع هنا لان احنا خلاص ما عندناش فلوتنج بوينتس. دلوقتي هنعمل نسختين من نفس الالجوريزم، نسخه بتلف على الاكس ونسخه بتلف على الواي، ونختار ما بينهم بناء على مين اعلى، الدي اكس كفرق ولا الدي واي كفرق؟ حلو. حلو. بس الستيب لما بعد كده حسبنا اللي هو الانكريمنت بتاع الاكس كان فلوتنج بوينت. يعني فاكر لما قسمناها كان الانكريمنت بتاع الاكس كان حوالي 0.66 حاجه زي كده. تمام؟ فهنا عايزين كنا خلصنا بالفلوتنج بوينت ومش عايزين نرجع له. تمام؟ وطبعا المشكله بقى بتاعت ان السلوب يبقى اعلى من واحد ان هو مش هيعرف يرسمه صح، هيفضل بس يرسم خط كده هو اقصى حاجه سلوب 1. فعشان نحلها هنعمل نسخه ثانيه بتتريت حوالين الواي اكسس. تمام؟ كل موضوع بدلنا الاكسيس جوه الالجوريزم وخلاص. وبعد كده بقى نجمع كله على بعضيه، نسخة بتلف حوالين الاكس، نسخة بتلف حوالين الواي، ونختار هنا بناء على الابسولوت. لو الابسولوت بتاع الاكس اعلى من الابسولوت بتاع الفرق بتاع الواي يبقى نختار بنلف حوالين الاكس، غير كده نلف حوالين الايه؟ الواي. حد عنده سؤال لغاية هنا؟ حلو. كده الالجوريزم دوت ايه؟ لطيف. سريع. ما فيهوش حتى اي فلوتنج بوينتس. حلو. وده مشهور جدا. واكشولي هو انا كنت بقول لكم ان الجي بي يوز ما بتستخدموش دلوقتي، هو الجي بي يوز ما سمعتش عن الجي بي يو بيستخدمه دلوقتي، بس في لسه ناس بتستخدمه دلوقتي في اللعب. عارفين شفتوا اللعب مثلا 2 دي بتبقى فيها فيلد اوف فيو، بيبقى عايز يشوف الانمي مثلا شايف ايه بالظبط. تمام؟ فبيقعد يضرب ريز وعشان خاطر يعرف يحسب الري بسرعه هيخبط فين، يمشي وراه ببريزنهام، واول ما يلاقي ان هو البوينت في اوبستكل يقوم وقف الالجوريزم. تمام؟ هو لسه ليه استخدام بس استخداماته ايه؟ نادره سنه. تمام؟ طيب فميزات الالجوريزم انه سريع واكيوريت، بس في بقى عيبين. اول عيب ان احنا كل دول بنأسيوم ان الاند بوينت بتاعتنا انتجر اساسا. تمام؟ طب افرض ان الاند بوينت بتاعتنا مش انتجر، ما هي دي بقى النقطة. الفكرة كلها انك انت بتعتبر دلوقتي ان هم عند السنتر بتاع البيكسل.
ليت سي انك انت ماسك خط وعايز تقعد تلفلفه تمام، فانت الحل انك انت تقوم بنططه على طول للبكسلايه اللي بعدها للبكسلايه اللي بعدها للبكسلايه اللي بعدها. المشكله بتاعتها انك هتحس ان الانيميشن بتاعت الحاجه ديت وبلي، عارف لو هتحس ان هي ايه مره واحده نط هنا نط هنا، مفيش عندك الايه اللفه السموز بتاعتها ديت تمام. تمام واكشولي كان زمان بلاي ستيشن 1 في مشكله ديت. حد عارف حد فاكر شاف الالعاب بتاعت بلاي ستيشن 1 عامله ازاي؟ تحسش كده ان هو الحاجه بتتحرك عماله بترعش كده اهيت بالظبط. هو ده كان نتيجه ان هم ما كانش عندهم فكره انك تبعت للراسترايزر فلوتنج بوينتس، كان كل حاجه انتجرز تمام، فكان لازم يعملوا راوندنج، فكان ده اللي بيخلي ان الاوبجكت هو عمال بيتحرك يبقى عمال يتهز كده معانا تمام. بس تاني بقى مشكله موضوع الاليازنج اللي احنا قلنا عليه، فكره ان هو ايه ماشي ستير كيس ديت تمام. واخر بقى مشكله انه مش باراليزبل، لو انتم ملاحظين ان اللوب ماشيين عليها واحده واحده، هل ينفع ننط ونحسب نص ونص ان بارل مثلا؟ بالظبط، يعتمد على الريزلت بتاعت اللي فاتت. فرغم ان الالجوريزم دوت سريع بس عاده ما حدش بيستخدمه في حاجات لو هي هتبقى الياس او بيستخدموهوش على الجي بي يو تمام. طيب تعالوا نحل، بس مش هنحل كل المشاكل ديت، هنحل اول مشكلتين وهنسيب دوت لما نتكلم عن المثلثات قدام ان شاء الله. الاليزنج بقى بيحلوه ازاي؟ طبعا عشان بس نشوف الفرق، ده الاليزنج ده الانتي الياس. كان حد قال ازاي يعني هنتصرف؟ ما هو البكسلايه يا بلون يا بلو يا اما ايه يا اما هتاخد اللون بتاع الخط يا اما لا. قال لك ان ممكن نيجي عند الستيركسس ديت ونديله الوان في النص تمام، يعني نيجي مثلا هنا بدل ما هو البكسلايه ديت مثلا ادينا لها اسود وخلاص، لا نقول هي قريبه قد ايه او بعيده قد ايه عن الخط وندي لها لون بناء عليها تمام. حلو، فده هيعمل ايه؟ مش هنحس بيه قوي واحنا عاملين زوم من هنا، بس هنحس بيه هنا. مين انعم كخطوط، ديت ولا ديت؟ ديت طبعا تمام. طبعا برضو عشان احنا عاملين زوم ان فشايفين، بس لو انت الخطوط ديت بالريزولوشن النيتف هتحس ان هي سموز سموز، مش هتحس ان في ايه ان في العيوب بتاعه الستيركيس ديت تمام. بينما دوت مهما عملت له زوم اوت هتحس برضو ان الستير كيسز موجوده تمام. طب ازاي بقى يعملوا الكلام دوت؟ هنروح لالجوريزم ده مش هندخل فيه كتير، يعني انا مش هطلب منكم تنفذوه كستبس تمام، بس نبقى فاهمين الفكره بتاعته يعني بشكل عام. اسمه تشاولين وو لاين الجوريزم تمام. الفكره كالاتي، احنا كنا بنبص على الميد بوينت ونقول ان هو اقرب بكسلايه هنلونها مش كده؟ شاولين هو قال لك لا، طب انا اعمل كده ليه؟ انا اشوف هو في النص الخط بعيد او قريب قد ايه من البكسلتين وادي لهم لون نسبيا تمام. فالفكره كالاتي، الفكره بقى ايه؟ ان انا هاجي هنا اشوف الخط وادي البكسلتين، اشوف انا بعيد او قريب قد ايه من الاثنين دومت. فمثلا انا قريب من هنا، فهنا تاخد لون اكتر من الخط، بينما هنا بعيد عنه بس مش بعيد عنه خالص، فهياخد شويه بس اقل تمام. طب وبيحسبوها بقى ازاي؟ بسيطه جدا، انا هشوف هنا الفراكشن، انا مثلا الفرق ما بين النقطه ديت والنقطه ديت هي واحد مش كده؟ البكسلايه والبكسلايه اللي فوقها على طول مش كده؟ حلو، فاقدر اجي هنا اشوف عند الخط دوت عند المكان بتاعهم بالظبط انا الخط موجود فين كواي، واحسب الفرق ما بين الواي والواي زيرو. فيبقى دوت عباره عن ايه؟ عباره عن الفراكشن اللي بيقول لي انا قد ايه ماشي في الاتجاه دوت. لو الفراكشن دوت بصفر يبقى انا واقف بالظبط فين؟ هنا. لو الفراكشن دوت بواحد يبقى انا واقف بالظبط فين؟ هنا. لو بنص يبقى انا واقف بالظبط في النص تمام؟ حلو. طب انا ممكن استفيد بقى بالكلام ده ايه؟ استفيد بيه ان انا استخدمه كترانسبيرنسي تمام. فلو الواي او سوري الفراكشن دوت لو بصفر يبقى مين فيهم اللي يبقى ترانسبيرنت بالكامل؟ اللي فوق، يبقى لو بس بتاعت اللي فوق صفر ولو بس بتاعت اللي تحت كام؟ 1 اللي هي 1 ناقص الفراكشن دوت تمام. طب لو انا كان الفراكشن بتاعي بواحد يبقى ده لو بس بتاعته بكام؟ ب1، وده لو بس بتاعته بكام؟ بصفر. يبقى باختصار الاوباستي بتاعت البكسلاي اللي فوق ديت هو عباره عن ايه؟
الفراكشن اللي هو عباره عن واي واي ناقص واي زيرو، بينما الاوباس اللي تحت هو واحد ناقص الفراكشن ديت. تمام؟ حد تايهه منه الموضوع دوت؟ كده رجعنا ثاني الفلوتنج بوينت. تمام؟ بس مع الاليازنج، عشان نحل الاليازنج ما عندناش حل غير فلوتنج بوينت نستخدمها. تمام؟ لان احنا كده كده عندنا ارقام في النص، خلاص ما فيش حل بقى. تمام؟ حد عنده سؤال في الالجوريزم دوت؟ طيب وبصوا كمان حاجه، ان احنا مش لازم يبقى كده البوينتس تبقى، مش لازم تبقى واقفه بالظبط عند الايه؟ عند السنتر بتاع البيكسل. ممكن تبقى ايه؟ مرتفعه شويه نازله شويه وهيتصرف. بل كمان بيبقى عند الاطراف بيبقى عامل لهم كونديشنز كده سبيشال عشان يهندلهم، بس مش هندخل فيهم. تمام؟ يعني لو بقول لك لو انا مثلا ماشي شويه بعيد عن ايه؟ عن السنتر بتاع البيكسل، يبقى انا البكسلات اللي جنبيه هتاخد شويه من اللون مثلا بره عند الاطراف بتاعت الخطوط. تمام؟ فهو بيبقى حاطط لهم اف كونديشنز كده هيت، بس احنا مش هندخل في التفاصيل ديت. احنا بس عايزين نبقى فاهمين فكره الايه؟ ازاي بيحاولوا يحلوا الانتي اليازنج بشكل عام في الخطوط. تمام؟ طيب كل دوت واحنا اللي بنقوله دوت ما بيطبقوهوش على الجي بي يوز. طب الجي بي يو بقى بيعملوا ايه؟ الاجابه هو ان احنا ما نعرفش بالظبط، او بنقصد ايه ما نعرفش بالظبط؟ النقطه كلها ان حاجات زي اوبن جي ال والكلام دوت ما بيقولوش ازاي الجي بي يو يمبلمنت الدنيا من تحت. فكل جي بي يو بيمبلمنت بطريقته وعاده بيخبيها. جي بي يوز قليله هي اللي بتعرض ان هي بتعمل ايه من تحت. طب بس الفكره كلها ان لازم كل الجي بي يوز يرسموا زي بعض. فاللي اوبن جي ال بيعمله هو انه بيحدد شويه قواعد. هي بقى القواعد ديت؟ يقول لك ان الالجوريزم بغض النظر انت هتطبق ايه تحت، لازم يبقى بيلون البيكسلز ديت لكل خط محدد. فقال لك نعرف منين؟ قال لك هنعمل حاجه اسمها دايموند تيست. هنيجي عند كل بيكسلايه ونعمل دايموند حواليها. لو الخط بيعدي بالدايموند ديت يبقى لازم بيكسلايه تتلون. لو الخط مش بيعدي بالدايموند بتاعت البيكسلايه يبقى ما تتلونش. بس لا ما تتلونش، ما تتلونش باللون بتاع الخط دوت. ده اللي يقصدوه. تمام؟ فده الدايموند تيست. تمام؟ وده الشكل بتاعه كايه؟ كماثماتكس. بس ده مش الجوريزم، هو دوت مجرد ايه؟ يا دوت مجرد حاجه نقدر نحدد بيها يفاليديت الالجوريزم بتاعه، ان هو يشوف ان كل الخطوط كل البوينتس اللي هو اختارها تبقى جوه الدايموند بتاعت الايه؟ يبقى الدايموند بتاعها بيانترسكت مع الخط والعكس. تمام؟ ان البوينتس اللي تبقى مش بتنترسكت الدايموند بتاعها مع الخط ما تبقاش متلونه. تمام؟ حد عنده سؤال؟ دوت مجرد تيست، يعني هو ما هوش الجوريزم. تمام؟ يعني انت دلوقتي مثلا طبقتي الجوريزم، حلو؟ عملتي الجوريزم مثلا بتاعك، وعايز تعرفي الالجوريزم دوت بيحقق السبيسيفيكيشنز اللي اوبن جي ال اللي بيقولها ولا لا؟ تقومي تشوفي البكسلات اللي هو لونها، وتشوفي هل كل بكسلات من البكسلات اللي لونهم دمت الخط بيعدي بالدايموند اللي حواليها ولا لا؟ تمام؟ وكمان تتاكدي ان البكسلات اللي ما اتلونتش ما يبقاش ولا واحد فيهم بيعدي الخط في الدايموند بتاعها. تمام؟ فهي مجرد عامله شبه ايه؟ شبه السانيتي تشيك، لو عارفه لما نقعد نحل وبعد كده نشوف ان هو الاجابه صح ولا لا. تمام؟ فهو دوت الاوبن جي اللي عمله، هو حط لهم شويه كونديشنز. انتوا بقى طبقوا الالجوريزم اللي انتوا عايزينه، بس المهم ان الالجوريزم دوت لما نيجي نتسته بالتست دوت يجيب لنا ايه؟ يعدي. تمام؟ حد عنده سؤال لغايه هنا؟ نعم؟ انهي دايموند؟ هنا يعني؟ اخر واحد؟ لا هو كان ليه شويه كونديشنز كده كان حاططها، بس انا مش فاكر هي ايه بالظبط، بس دي بتبقى كونديشنز اللي هو هقول لك هي دي مشكله بس هنواجهها قدام لما نيجي نتكلم عن المثلثات، اللي هو افرض ان البوينت هنا بتكمل خط قدام. هل البيكسل ديت تتلون تبع الخط دوت ولا تبع الخط اللي هناك؟ تمام؟ فهو بيبقى عامل لها كونديشنز بس احنا مش هندخل فيها. تمام؟ بتبقى بتقول لك ان هو البوينت ديت اللي بتبقى عند الاند بوينتس ناخدها ولا ما ناخدهاش. بالظبط. طيب في مشكله واحده بالنسبه للخطوط متبقيه لسه ما حليناهاش، ايه هي بقى؟ الخط دوت كله من اوله لاخره لون واحد مش كده؟
واحنا كنا كالالجوريزمز كاتبينها بنقول له درو، مش بنحدد ايه اللون الخط، ايه اللون بيكسل وخلاص، بنعتبر ان كلهم هيبقى نفس اللون وخلاص. تمام، حلو. في اغلب الاحوال ده هيقضي الغرض معانا، بس ساعات ما بنبقاش عايزين كده، ساعات بنبقى عايزين ايه، ندي لون للبيكسل ديت او ندي لون للبوينت ديت وبوينت لون بوينت ديت. طب المفروض بقى يعمل ايه في النص؟ ينتربوليت عشان يجيب جريدينت. طب ازاي بقى انتربوليت؟ فدي بقى النقطه ان احنا عايزين يبقى هنا في لون وهنا في لون، وانتربوليت ما بين الايه، ما بين اللونين. قال لك بسيطه، عشان عندي بوينت هنا وبوينت هنا وفي خط ما بينهم، انا ممكن اعبر عن اللاين دوت بالايكويشن ديت، اقول ان انا اي بوينت على الخط هو عباره عن البوينت الاولانيه زائد تي في دوت. لو التي بصفر هيبقى احنا عند اني بوينت؟ طب لو التي بواحد عند الثانيه، لو التي بنص هتبقى في النص ما بين الاثنين. حلو، طيب ايه بقى الميزه في ان احنا نستخدم الفورم ديت؟ ان احنا عندنا التي، طب لو احنا عند البكسل اللي في النص يبقى التي بنص، يبقى ناخد قد ايه من اللون بتاع دوت وناخد قد ايه من اللون بتاع دوت؟ نص ونص. حلو، فده حلو ان دلوقتي انا عندي الفاليوز ديت. لو انا عندي لون لهنا ولون لهنا وانا عارف البوينت اللي انا واقف عندها ديت التي بتاعتها بكام، فانا ممكن احسب اللون بتاعها كانتربوليشن بنفس التي. هتلاحظوا ان هي نفس الايكويشن بس بدلت البيهات بسيهات. تمام، حلو. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ بس في مشكله، حاجه ناقصه، حد عارف ايه؟ تمام، ايه؟ اه في مالتيبليكيشن، بس هي في مشكله ثانيه، ازاي نجيب التي من اساسه؟ ازاي نجيب التي من اساسه؟ هل في اي حاجه من الالجوريزمز اللي فاتت كانت بتجيب لنا التي؟ ممكن امشي على الاكس او ممكن امشي على الواي يعني. حلو، فتبص انك انت هتعوض في الايكويشن. طب تعالى كده نجرب، احنا ممكن نستخدمها كبروجيكشن. ليه؟ هقول لك في مشكله صغنطوطه قوي، تعالى هشرح لك الاول قبل ما ندخل في الايكويشن. تمام، دلوقتي احنا عندنا، ولا ماسك البورت ليه، او تعالى هنا، انا عارف البكسلين انا هلونها، مش الالجوريزم كده كده بعرف اجيب منه كل بكسلين هلونها. طب تعالى نمسك بكسلين واحده، فالبكسلين الواحده جواها ايه؟ اكس وواي، مش كده؟ فانا عندي هنا اكس ايكوال فانا كل اللي عملته ديت فكيتها على الاكس وعلى الواي. حلو، دمت انا عارف الاكسات وعارف الاكسات ديت، اللي مش عارفه التي، يبقى انا عندي كام انون؟ واحد، هو تي وخلاص، هما نفس التي. هو لازم يبقوا نفس التي لان احنا عندي هنا تي واحده، مش كده؟ تمام، بس عندي كام ايكويشن؟ اثنين. يبقى انا عندي في احتمالين، يا اما ان في اجابه للتي، ان انا لو حليت ديت وحليت ديت هيجيب نفس التي، او يا اما ان مش هيجوا نفس التي، مش كده؟ تمام؟ فاكشولي دي ممكن تحصل معايا فعلا. ليه؟ لان لو فاكرين لما احنا كنا ماشيين مثلا بالبيد بوينت الجوريزم، هل البكسل اللي كنا بنلونها بالظبط على الخط ولا كانت بتبقى يا اما فوق الخط بسنه او تحتيها بسنه؟ تمام؟ فاحنا لو عوضنا في الايكويشنز هنلاقي ان التي اللي جت لي هنا والتي اللي جت لي هنا مش شرط ايكوال بعض. تمام؟ فالحل ان هم بيعملوه ان هم بيمسكوا النقطه وبيعمل لها بروجيكشن، يجيبوا اقرب نقطه ليها على ايه؟ على الخط. تمام، فالبروجيكشن بتاعها هو بالدوت برودكت. اعمل دوت برودكت ليه؟ من عند النقطه هنا لغايه البي، لو البي مثلا فوق سنه، ها نقول مثلا ان البي كانت فوق سنه صغيره، فهو اللي عايز يعمله ان هو يعمل لها بروجيكشن على الخط. تمام، فالبروجيكشن دوت عشان يجيبه هيعمل دوت برودكت ما بين البي 1 سوري البي ماينس بي 1 والبي 2 ماينس بي 2. تمام، وبعد كده هنقسم على ايه؟ على الطول سكوير بتاع الخط نفسه كله على بعضه. تمام، وكده نبقى جبنا ايه؟ التي بتاعت اقرب بوينت على الخط للبكسلات اللي احنا بنلونها.
تمام؟ حد عنده سؤال لغايه هنا؟ تمام؟ اوكي. فسامري كده سريع، احنا عدينا على الالجوريزم بتاع اللي هو الايه؟ الديجيتال ديفرنشال انالايزر، تمام؟ وقلنا ان هو رغم انه بسيط بس ليه عيوب، منهم الايرور اكيوميليشن، وفكره ان هو بيحسب الحاجات بفلوتنج بوينتس بتخليه بطيء شويه، وغير ان هو كمان بيرسم ايه؟ الياسد لاينز والميد بوينت الاير الجوريزم. بيصفر برضو من نفس المشكله، تمام؟ بالنسبه للاليازنج بس هو اسرع بكتير وبيعرف يشتغل بالانتجرز بس، تمام؟ شاولين لو بيعرف يتصرف مع الفلوتنج بوينتس وبيجيب الخط انتي الياست، تمام؟ وفي الدايموند تيست دوت اللي هو اوبن جي ال سبيكس ودايف اكس 12 بيحطوهم علشان يقول لك ايه؟ ان الالاين الجوريزم دوت شغال سليم ولا مش شغال سليم بالنسبه للسبيكس بتاعتهم بس. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ لا لسه. نعم؟ لسه عندنا، هندخل بقى في الايه؟ في التراينجل، تمام؟ الفرق بين التراينجل والخط ايه؟ بوينت زياده مش اكتر، تمام؟ بعد كده بنوصلهم ببعض يبقى عملنا المثلث. طيب ازاي بقى نرسم المثلث دوت؟ اول الجوريزم هو بسيط جدا، ايه هو بقى؟ مش احنا عندنا الدنيا عباره عن ايه؟ بيكسلز، صفوف من البيكسلز، مش كده؟ لو حد فكر، مش عارف انتوا شفتوا الشاشات القديمه بتاعت السي ار تي بتقعد ترسم ان هي تمشي خط خط كده اهوت، مش كده؟ ده بيسموه سكان لاين. هناك احنا ممكن نفكر بنفس الطريقه. ايه بقى؟ نيجي هنا اهوت، نبتدي من عند اقل واي لاعلى واي ونمشي خط خط. نيجي هنا نلون، يجي في اللي بعدين نلاحظ ان هما نقطتين، نقوم نوصل ما بينهم ونلون كل اللي في النص ما بين الاثنين. نيجي عند هنا نلاقي نقطتين نوصل ونلون، نيجي هنا ونلاقي نقطتين نوصل ونلون، نوصل ونلون، نوصل ونلون، نفضل مكملين كده اهوت. يبقى كده خلصنا ايه؟ خلصنا تلوين. يبقى احنا كل اللي عايزين نعمله كالاتي، اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نمشي عند كل واي ونشوف هي بتانترسكت مع المثلث عند فين التو بوينتس اللي هم الاكسات، ونلون ما بين الاثنين وخلاص، مش كده؟ وهتلاحظوا حاجه، رغم ان انا هنا عشان ماشي على الواي ففي اماكن اللي كان فيها الاكس اعلى فهنا الخط مقطع، بس مش ازمه بالنسبه لي وانا برسم المثلث، لان انا كده كده في الاخر ايه بقعد املأ في النص، تمام؟ بس الالجوريزم دوت ايه؟ بسيط وكمان سريع. بس ازاي بقى نطبقه؟ التطبيق بتاعه بان احنا بنمسك بنقسم الدنيا عندنا ثلاثه بوسيبل كيسز. اول بوسيبل كيس هو ان انا عندي في فلات توب، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم ابتدوا الاثنين عند نفس النقطه تحت وفضلوا ماشيين كده همت لغايه ما خلصوا نقطتين مختلفتين، بس الايدج الاخير كان فلات، تمام؟ فانا كل اللي محتاجه ان انا مش هبص على الايدج دوت، انا هبص على التو ايدجز دوت واشوف الانترسكشن معاهم طول ما انا ماشي لغايه ما اوصل هنا فوق، تمام؟ العكس بتاعه بقى العكس، ان الايدج هنا اللي تحت دوت ده فلات بوتوم، فانا بمشي وبحسب الانترسكشن مع التو ايدجز دول، ببتدي الاول الاكسات مختلفين عن بعض وبفضل ماشي ستيب باي ستيب لغايه ما ايه؟ الون هنا، تمام؟ هيبقى وصلت لنفس النقطه في الاخر. فانا دلوقتي عندي تو سلوبس هنا، السلوب بتاع الايدج دوت والسلوب بتاع الايدج دوت، ده المين والماكس، واحسب الاكس هنا واحسب الاكس هنا والون ما بينهم. وهنا عندي تو سلوبس برضه، دوت المين ودوت الماكس، احسب الاكس عند هنا والاكس عند هنا والون ما بينهم وافضل ماشي كده اهوت ايه؟ ستيب باي ستيب. حد عنده مشكله غير هنا؟ دوت كده تو سمبل كيسز. في بقى كيس ثالثه اللي هي ايه؟ يعني مفيش ولا واحد فيهم فلات ولا توب ولا بوتوم. طب بنعمل ايه بقى؟ بسيطه. بيشوف بقى ان هو عندي ادي بوينت وادي بوينت وادي بوينت. لو جيت عند البوينت ديت اللي هي لو انا رتبتهم عملت لهم سورتنج، وجيت عند البوينت ديت وقمت قسمت المثلث اللي هي في النص، الجزء اللي تحت دوت عباره عن ايه؟ فلات توب، والجزء اللي فوق دوت ايه؟ فلات بوتوم. فانا كده ممكن اعمل تو لوبس
واقوم راسم ايه؟ ادي جزء الفلات توب وادي جزء الفلات بوتوم وبعد كده خلصت. تمام؟ حد عنده سؤال لغايه هنا؟ نعم؟ مش انا عارف ان احنا لو هو الفلات ده في فلات توب الالجوريزم هيبقى سهل، همسك بس الخطين دول وامشي وراهم بالسلوب واجيب هنا الاكس هتبقى بكام والاكس بكام والون ما بينهم وخلاص. نعم؟ هي بعمل الخط فيرتشوال واعتبره ده الفلات، كان انا مسكت المثلث قسمته مثلثين. سهله، انا بصورتهم. تمام؟ لو لقيت ان البوينت اللي في النص بتساوي اللي تحت يبقى خلاص هو كده كده فلات بوتوم، لو بتساوي اللي فوق يبقى فلات توب، لكن لو في النص يبقى محتاج اقسم وهعمل تو لوبز، لوب هنا تشتغل الجزء دوت فلات توب والجزء ده بعد كده فلات بوتوم. هو بيعرف ان هو هيت لاين. نعم؟ اعمل ازاي هيت؟ مش محتاج، مش محتاج تحسبه، انت مش محتاج تعرف ان هو خبط ولا لا. ليه؟ لان انت فكر فيها، لو انت عندك السلوب دوت وعندك الواي مش ممكن تحسب الاكس؟ ما هو كده كده مش لازم تبقى اونلاين بالظبط، لان كده كده انت عندك بيكسلز. تمام؟ فانت لازم هتعمل راوندنج في الاخر. تمام؟ هتشوفوا الكلام ده بتفاصيل اكتر في الاكسرسايز اللي جاي ان شاء الله، هينزل هينزل الاسبوع الجاي ان شاء الله اول اكسرسايز. تمام؟ الاكسرسايزز من الجدير بالذكر يعني هجيب سيرتها كده سريعا، هو هتبقى هدفها اكتر ان احنا نجرب الالجوريزمز بايدينا ونجربها على الكمبيوتر. تمام؟ وانا مش هدفي ان انا بختبرك في الاكسرسايز، فده الاكسرسايز هنزله باجابته. تمام؟ يعني انا هبقى مدي لك الكود ومدي لك كمان اجابه الكود. تمام؟ بس انا مديها لك كسكرين شوت عشان لو حد قرر ينقلها ينقل بايده. تمام؟ anyway. تمام؟ فهو انت مش الهدف انك انت ايه؟ يعني انا مش هدفي من الاكسرسايز انك انت تقعد عمال بتتعب نفسك في ان انا عندي مشكله وعمال بقى بحاول مع نفسي راندوم، لا، لو انت حسيت ان الدنيا خدت منك وقت شويه في التفكير وعايز حاجه كريفرنس تروح تبص هو ايه اللي ممكن تكون الغلطه بتاعتي، هيبقى معاك الاجابه. تمام؟ فتبقى ايه؟ هتبقى معاك كريفرنس. هدف الاكسرسايز هو اكسرسايز، هو تدريب. تمام؟ بس. ومجرد ما انت سلمت يعني انا هبقى فيه، انا هبقى معاها اوتوماتيك تيستنج. تمام؟ بمجرد ما خلصت اي تيست كيس منهم جيب لي على طول انك انت خلصت تيست كيس وهدي لك الدرجه. يعني انت مش لازم تخلص، يعني مش لازم تبقى كتبت الكود بينجح فيهم كلهم. تمام؟ بس هو هدف الاكسرسايز ايه؟ تريننج. ما حدش بقى ايه ياخده على يعني على نفسه قوي، وما يعني ما فيش سبب ان حد يغش فيه. تمام؟ يعني اللي بيغش فيه يعني هيبقى بيضر نفسه في الحاله ديت. انا كده كده ايه هدي لك الدرجه لو انت اي تيست كيس واحده عدت. تمام؟ فانت الدرجه نفسها ما تقلقش منها، اللي يقلق فيه انك انت ايه يبقى بالنسبه لك تريننج. تمام؟ طيب فاحنا كده اتكلمنا عن السكان لاين الجوريزم وميزته ان هو سريع، بس في عيب ان هو مش ايه؟ مش باراليزابل. نعم؟ ليه؟ نعم؟ لا، بيسكان ما بين الواي هنا والواي هنا بس. ليه؟ لو انت عامل له حاجه بتغطي الشاشه كلها انت لازم هتسكان كده كده، انت ما عندكش حل، انت لازم تعدي على كل بيكسل دي عشان تلونها. ف يو هاف نو سولوشن. تمام؟ نعم؟ ازاي؟ الالجوريزم نفسه بيشتغل بانك انت بتجيب الاكس هنا والاكس هنا وبتقعد تعدله بانك تضيف الام عليهم عشان تقعد تحسب الام اللي بعدها. نعم؟ بانك تقعد تحسب الملتبليكيشن عند كل واحده فيهم. اتس بوسيبل. تمام؟ بس محدش بيطبقه عاده كده. تمام؟ هو فكرته كلها كالاتي، ان هو بدل ما انا بجيب الاكسات وبقعد اضيف على دوت الام الماكسيمم والام مينيمم، لا، ان هو يقوم يمشي عند كل خط ويحسب عنده ايه؟ عنده اللي هو بيسموه الايه؟ الاكس نفسها بالايكويشن بتاعت الايه؟ بتاعت اللاين. تمام؟ هي ده كده سيمي بريلايزبل. ليه؟ لانك انت برضو محتاج عند كل سكان لاين تحسب التو بوينتس الاول وبعد كده تلوب. تمام؟ لا، احنا هنشوفه بعد شويه الالجوريزم اللي بعديه ده اللي بقى بيستخدموه عاده في الجي بي يوز. تمام؟
الفكرة بقى كالآتي، احنا عايزين الجوريزم نعرف نتشكل كل بوينت لوحدها الديبندنت عن الباقيين، هي جوه المثلث ولا بره المثلث. ففكرة كالآتي، let's assume ان البوينتس بتاعتنا كلها كاونتر كلوك وايز، فادي الدايركشنز بتاعت ترتيبهم عندنا، تمام؟ طيب تعالوا نمسك اول خط فيهم. فاكرين الايدج فانكشن؟ الايدج فانكشن كانت بتبقى بوزيتيف في الحته اللي فوق هنا ونيجاتيف في الحته اللي تحت، مش كده؟ طيب تعالوا نلون بالطريقه ديت. تعالوا نجيب الخط اللي بعديه ونعمل له ايدج فانكشن، فالحته ديت برضه بوزيتيف بالنسبه له والحته ديت ايه؟ نيجاتيف، مش كده؟ طب نجيب بقى اخر خط، الحته ديت بوزيتيف والحته ديت نيجاتيف، يبقى اللي جوه بقى ايه صفاته؟ ان الايدج فانكشن بتاعت الثلاثه ايدجز ايه؟ بوزيتيف بالنسبه لاي بوينت عندنا جوه، تمام؟ حلو. فنقدر نعمل ايه دلوقتي؟ نقدر نلوب على البوينتس كلها ونتشيك لو الايدج فانكشن ساعتهم بوزيتيف نلونهم، الايدج فانكشن ساعتهم اي واحده فيهم بالنيجاتيف يبقى ايه؟ ما نلونهاش، تمام؟ نيجي انا عملت هنا اسامبشن ان كلهم كاونتر كلوك وايز مع بعض، تمام؟ لو العكس يبقى معناه ان انت بتقول ان هيبقى الايدج فانكشن ساعتهم كلهم لازم تبقى نيجاتيف، تمام؟ تعالوا كده نطبق الالجوريزم او نكتبه. يعني ادي 3 بوينتس، انا هجيب الباوندنج بوكس عشان ما اقعدش الوب في كل حته، هلوب بس في الباوندنج بوكس اللي حوالين الايه؟ اللي حوالين المثلث، عشان ايه؟ اطنش البوينتس اللي هي خارج الباوندنج بوكس دوت، بالتاكيد مش هلونها. بعد كده لوب اتشيك لو كل ايدج فانكشنز بوزيتيف يبقى هعمل ايه؟ هعمل دروينج، تمام؟ اللطيف في الالجوريزم دوت ايه؟ هل الالجوريزم دوت في ديبندنسي ما بين الحاجه والحاجه اللي قبلها؟ لا، تمام؟ وادي الايدج فانكشنز بتاعتنا. بس سؤال، هل ينفع نخليه يشتغل لو كان المثلث بتاعنا كلوك وايز مش كاونتر كلوك وايز؟ يعني البوينتس ترتيبهم ماشي بدل ما هو كاونتر كلوك وايز كده يبقى ماشي كلوك وايز، تمام؟ لازم يبقى الاف وقتها نشيك ان هو يبقى ايه؟ بالنيجاتيف، تمام؟ طيب حلو، تمام؟ بس انت وانت بتكتبه للكود بتاعك بتبقى مدخلهم بتاكيد ترتيب يا كده يا كده، تمام؟ انت عندك حلين، يا اما انك انت تظبط الترتيب من بره قبل ما تبعت، او يا اما انك تخلي الكود هو اللي يتصرف في الحالتين صح، تمام؟ يعني فقال لك ممكن نعمل الاتي، ممكن اقسم دول كلهم. يعني انا كنت هنا بتشيك قبل كده ان كل دول اكبر من ايه؟ اكبر من الصفر، مش كده؟ طب انا ممكن اقسم على حاجه اسمها الايه؟ الاف بتاعت البوينت الثانيه، مثلا اف 1 كانت ديت بتحسب لي ان هو البكسليه بتاعتي على فين من الخط اللي هو بيوصل ما بين بوينت 2 وبوينت 3، تمام؟ حلو. فانا دلوقتي اللي بعمله كالاتي، لو دوت بوزيتيف ودوت بوزيتيف يبقى الدبليو هتبقى بكام؟ بوزيتيف، مش كده؟ طب لو الاثنين نيجاتيف بوزيتيف برضه، طب لو واحد فيهم بوزيتيف والثاني نيجاتيف؟ فدلوقتي اللي انا بعمله كالاتي، لما انا بعمل كده اهوت انا بقول هل بالنسبه للايدج، يعني دوت لو انا مثلا ديت هي بوينت 1، فبقول بالنسبه للايدج ديت هل البكسل والبوينت ديت على نفس الاتجاه مع بعض ولا لا؟ تمام؟ لان لو هما الاثنين مع بعض بوزيتيف هيبقوا على نفس الاتجاه، لو احنا اسيومنا ان الدايجنال ماشي في الاتجاه العكس والاثنين مع بعض نيجاتيف يبقى هما في نفس الاتجاه برضه، مش كده؟ لكن لو هما واحد فيهم في اتجاه عكس الثاني يبقى بالتاكيد دوت بره الايه؟ بره مثلث، مش كده؟ مش الايدج فانكشن بتحدد لي انا عند انهي ناحيه من الايدج؟ حلو. فدلوقتي اللي انا بعمله كالاتي، اف 1 اعتقد ان انا بس كنت كاتبهم، بص اف 1 كانت بتاخد الايدج اللي هو من 2 ل 3، مش كده؟ تمام؟ فتعالى نعمل كالاتي،
let's say ان ديت بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3. فالايدج فانكشن اللي هي اف 1 دي اللي هي هتبقى بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا. دي الاف 1 بتاعتي. ادي الخط اهوت فكده يبقى هنا بوزيتيف، لو كده يبقى هنا نيجاتيف. تمام، حلو قوي. طيب بس لو انا المثلث بتاعي ماشي بالترتيب العكس هيبقى الجزء دوت هو اللي نيجاتيف والجزء دوت هو اللي بوزيتيف، مش كده؟ فدلوقتي اللي انا بقول ان انا مش مهتم هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، انا اللي هيبقى مهتم بالنسبه اللي انا مهتم بيه هل النقطه ديت في نفس الاتجاه بتاع يعني بالنسبه للاتش دوت في نفس الناحيه مع البوينت ديت ولا لا؟ بحيث ان هي لو في الناحيه العكس بتاعتها يعني النقطه ديت في ناحيه والنقطه ديت في ناحيه بالنسبه للاتش يبقى بالتاكيد النقطه ديت ايه؟ بره. طب اعمل ايه بقى؟ هحسب القيمه بتاعت البوينت 1 والقيمه بتاعت دوت واشوف هما نفس الساين ولا لا. فاللي انا عملته هنا ان انا قسمت، ولو هما نفس الساين يبقى دوت هيبقى بوزيتيف، لو مش نفس الساين هيبقى نيجاتيف. حلو؟ طيب ونفس الحكايه بقى بعملها على الباقيين كلهم، بتشيك ان هما موجود البوينت موجوده على نفس الاتجاه بتاع البوينت الثالثه بالنسبه للايدج. تمام؟ ولو هو موجود على نفس الاتجاه بالنسبه لكل البوينتس والايدجز يعني يبقى كده معناه ان هو ايه؟ جوه المثلث. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ تمام؟ طيب حد عنده سؤال؟ نكمل الحته ديت. سؤال مهم بس صغير قبل ما نخلص، ليه قسمت؟ مش كنت ممكن اعمل مالتيبليكيشن؟ مش المالتيبليكيشن بتعمل نفس التأثير؟ لو الاثنين نفس الساين هيبقى بوزيتيف، لو الاثنين مش نفس الساين هيبقى نيجاتيف. اجيب رقم كبير ماشي ده عيب، بس يعني مش عيب مهم قوي بالنسبه لنا. او كنت ممكن بطريقه ثانيه ان انا اتشيك بكونديشنز ان هما نفس الساين، يعني مش لازم اقول لو دوت بوزيتيف دوت بوزيتيف او دوت نيجاتيف ودوت نيجاتيف يبقى كده تمام مثلا. تمام، كان ممكن اعمل كده. اكشولي في ميزه في القسمه، ايه هو بقى؟ اول حاجه القيمه بتاعت اف 1 بي 1 واف 2 بي 2 واف 3 بي 3 في صفه مميزه فيهم ان كلهم هما نفس الحاجه. تمام، ليه؟ لو انا ادي الخط دوت وادي الخط دوت، فدوت لما بعمل لهم كروس برودكت هيبقى دبل سايند اريا، مش كده؟ فاكرين الكروس برودكت؟ مش كنا بنعرف نحسب بيها الاريا بتاعت المثلث، بس كنا نقسم على الاثنين ونعمل لها ابسولوت. تمام، هي نفس الفكره هنا بس انا سايبها بالساين بتاعتها عشان ايه؟ لو هو بقت كلوك وايز كاونتر كلوك وايز يبقى بوزيتيف، لو كانت كلوك وايز تبقى نيجاتيف. تمام، عشان لما اقسم. تمام، طيب فانا اكشولي مش محتاج احسب دومت، مش محتاج احسبهم جوه اللوب اساسا لان هم دومت كونستنت، وكمان مش محتاج احسبهم ثلاث مرات، انا كفايه احسبهم مره واحده اي واحده فيهم وهتبقى مقضيه الغرض معايا. تمام، ده اول صفه. ثاني صفه بقى بعد ما قسمت ان ده هيجيب لي حاجه اسمها الباريسنتريك كوردينتس. تمام، ده اهم حاجه تقريبا هناخدها في الايه؟ في المحاضره ديت. ليه؟ فاكرين في اللاين لما قلنا ان انا عايز اعمل انتربوليشن فجبت التي؟ حلو، هنا بقى لما اجي اعمل انتربوليشن عشان اجيب اللون مثلا بتاع باكتلاف في النص بستخدم الباريسنتريك كوردينتس ديت. تمام، فتعالوا كده نبص عليهم. الباري سنترال كوردينيت مثلا بتاع بوينت زد بالنسبه لايه؟ فهو عباره عن ايه بالظبط؟ هو عباره عن بشوف الكروس برودكت ما بين بي سي وبي زد، فكده جبت دبل الاريا بتاعت المثلث دوت، مش كده؟ تمام؟ لا انا بتكلم ده اسيومنج ان انا في نقطه محدده اسمها زد، انا مش معرف هي ايه بالظبط، بس انا دي حاجه يعني واحدة من البوينتس اللي أنا عايز أتشيك إن هي جوه المثلث ولا لأ. تمام؟ بس تعالى نأسيوم دلوقتي إن هي جوه المثلث. مش أنا لو عملت كروس برودكت كده وكده وجبت الحتة ديت مش ده هيبقى دبل الأريا بتاعت المثلث ديت؟ تمام؟ يعني أدي الخط أهوت وأدي خط. تعالوا نجرب نرسم تاني.
مش الجزء دوت هو عبارة عن نص البي سي في البي زد. تمام؟ حلو. ولو انا جبت الجزء دوت كده كله من بره هيبقى عبارة عن يعني الجزء دوت كده كله من اوله لاخره. تمام؟ كل حاجة هو عبارة عن نص البي سي في البي اي. تمام؟ حد عنده اعتراض على الجزء دوت؟ انا بتكلم على الاريا. تمام؟ فدلوقتي لو انا جيت قسمت النص هتطير مع النص وهيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي الاريا بتاعت المثلث زد بي سي اللي هو اللي بلونه احمر دوت مقسوم على مثلث اي بي سي اللي هو مثلث كله على بعضه. تمام؟ طب ايه معنى الرقم اللي جالي دوت؟ تعالوا نفكر فيها. لو انا الزد عند ايه بالظبط؟ مش حجم المثلث الاحمر هيبقى قد حجم المثلث كله؟ يبقى الدبليو زي ايه هتبقى بكام؟ ب1. طب لو انا النقطه زد ديت عند الخط هنا بالظبط حجم المثلث الاحمر دوت هيبقى قد ايه؟ زيرو. حلو. يبقى دوت معناها ايه؟ معناها ان الدبليو اي هتبقى بكام؟ بزيرو. يبقى معناها ان الدبليو اي هو كرقم بيعبر لي عن قد ايه انا قريب من مين؟ من البوينت ايه. ولو عملت نفس الحسبه البي والسي هيبقى كل رقم من الارقام ديت بيقول لي انا قريب قد ايه من البوينت، واحده من البوينتس بتاعت الترينجل مش كده؟ واحده من الفيرتسيز. طب انا ممكن استفيد بقى ايه من الكلام دوت؟ مش هو لو بيقول لي انا قريب قد ايه من كل واحد، لو انا عايز اعمل انتربوليشن للالوان بتاعتهم اقدر اجيب القيم بتاعت الالوان واضرب كل واحد في الدبليو واجمع بس. والميزه بقى كمان فاكرين التي لما كنا بنقول ان هو من صفر لواحد، فهنا بقى السنتر كوردينيت دايما ليه شرط ان مجموعهم بيبقى بواحد. فانا اكشولي انا محتاج بس اعرف اثنين والثالث ببقى عرفته. نعم؟ هنا لو انا عندي لون لكل فيرتكس وعايز اجيب لون لزد. زد دوت بكسلية في النص. ايوه مش انا برسم بعمل براستريزيشن لدوت، فانا هبقى بجيب بيكسلز في النص عشان الونهم مش كده؟ فزد دي واحده منهم، فانا عايز اجيب لونها من الالوان بتاعه الفيرتسز اللي بره بس. فانا دلوقتي اعتبر ضربت عصفورين بحجر. ليه؟ دلوقتي انا عندي الجوريزم باراليزابل. تمام؟ اقدر احسب الدبليو هات فيه وبيشتغل كاونتر كلوك وايز وكلوك وايز، وكمان الدبليوز ديت قلنا فايدتها ايه؟ اقدر اعمل بيها ايه؟ الون بيها بس اعرف اجيب بيها الايه؟ اعمل انتربوليشن عشان اجيب اللون بتاع البكسل اللي في النص جيفن الوان البكسلات اللي عند الايه؟ الفيرتسيز اللي بره. تمام؟ هتاخد كمان الكوردينتس عشان تجيب بيها اللون بالظبط. تمام؟ حلو. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ نعم؟ اللون الاحمر دوت هو ليه علاقه بان زد قريبه قد ايه من ايه؟ ليها علاقه يعني الجزء الاحمر دوت هيقول لنا احنا ناخد قد ايه من اللون ايه؟ كل ما يبقى اكتر كل ما عملنا ان الزد اقرب لمين؟ للايه؟ يبقى ياخد لون اكتر من ايه؟ من ايه؟ تمام؟ حلو. طيب نستكفي بقى بكده النهارده وناخد الاتندنس.